السلطات الجزائرية تواصل تحقيقاتها حول حادث سقوط طائرة عسكرية يوم الثلاثاء في ولاية أم البواقي الذي أسفر عن مقتل 77 شخصا، فيما يوجد شخص واحد بحالة حرجة في المستشفى العسكري بمدينة قسنطينة. الطائرة كانت قادمة من مدينة تامنراس في أقصى جنوب الجزائر باتجاه مطار قسنطينة في شمال شرق البلاد قبل تعرضها للحادث الأليم عند تحليقها فوق جبل فرطاس بولاية أم البواقي. وزارة الدفاع الجزائرية أعلنت أنه تم تشكيل لجنة تحقيق خاصة بهذه الكارثة وتجنيد وحدات الإنقاذ والحماية المدنية للبحث عن الضحايا في موقع سقوط الطائرة، ويرجح أن سوء الأحوال الجوية هو الذي أدى إلى وقوع هذا الحادث. هذا وأعلنت الرئاسة الجزائرية الحداد الوطني لمدة 3 أيام ابتداء من الأربعاء.